أنكحوا أبا هند، أمرهم النبي أنكحوا أبا هند. ومن كان أبو هند هذا؟ كان محترفاً حرفة هي من أدنى الحرف، لكن ما في عيب في الارتزاق، حرفة أحسن من الشحاذة، أحسن من النصب، أحسن من الدجل. أه؟ داود كان ملكاً، داود أبو سليمان، وكان يعمل من كسب يده، كان حداداً، أحسن من النصب والدجل وأكل أموال الناس. أه؟ إيش أبو إيه؟ أبو هند هذا كان حجاماً. عارف إيش حجام؟ حجامة طلع الدم من الناس، من الكاحل وكذا، من أخس الحرف عند العرب هذه كانت على الإطلاق. والنبي قال لبني بياضة أسياد هؤلاء أحرار ورماء من علية القوم، قال أنكحوا أبا هند، أنكحوا أبا. لذلك الإمام الجليل ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الموسوعي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد رد كل الأحاديث والآثار في باب الكفاءة، لم يصح شيء عن رسول الله ولا عن واحد من أصحابه في موضوع إيه؟ في موضوع الكفاءة. ما في باقي الكفاءة في ماذا؟ في الدين. وهذا هو مذهب مالك الذي يعكس كما قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد روح الإسلام، روح الإسلام. أخيرا وهذه القاصمة، يروي ابن سعد كاتب الواقدي المتوفى سنة 300 كما قلنا في الطبقات الكبرى عن محمد ابن سيرين التابع الجليل، قال ابن سيرين قال عمر ابن الخطاب لم يبقى في شيء من خلال الجاهلية أو من أخلاق الجاهلية، الحمد لله ترفعت على كل الموروث الجاهلي، إلا أني لا أبالي إلى أي الناس نكحت وأيهم أنكحت. رضي الله عنك يا فاروق. وعلى فكرة بن قسين أقول والألم والله يعتصر قلبي، هذا الأثر الحميد الجليل أيها الإخوة أبى متعصبة إخواننا الشيعة إلا أن يفسروه بطريقة قبيحة وقحة مرذولة لا تدل إلا على تشوه في الفهم وفي القلب. قال لك ما هو عمر كان يعني ليه؟ ليه يا إخوة؟ ليه؟ كيف فهمتم هذا؟ هل تفهمون العربية؟ بس صعب اللي يقول لي من قبلك واللي يقول لي أكفاء ما يفهم الكلام العربي، اللي يقول لي هيك ما يفهم كلام عمر الفصيح القرشي. عمر يقول لم يبقى فيه شيء من أخلاق الجاهلية إلا أني، واحد يقول شو؟ يعني شيء قبيح. لا يا رجل، هذا اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. النبي قال أنا أفصح من نطق بالضاد، بيد أني يعني غير أني، إلا أني من قريش. إيش معناه يعني؟ وأنا فوق ذلك من قريش. هذا اسمه هذا العربية. كما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. قال هم ما شاء الله كمله مجده ليس فيهم عيب، إلا أن ما إيش العيب هذا؟ قال إلا أن سيوف غير أنه قال غير أن سيوفهم بهن فلول مثلمات من قراع الكتائب. هذا عيب ولا مدحة؟ مدحة. قال هم أيضا رجال أشداء فرسان كما أحمياء. هذا العربية بس مش هنا الغلط، لا الغلط في شغلة ثانية لسه غير. فعمر بيقول الحمد لله لم يبقى فيه شيء من أخلاق الجاهلية، وهالخلة هذه أو هذا الخلق الذميم كمان ترفعت عليه. إيش هو؟ قال لا أبالي إلى أي الناس نكحت، يعني أتزوج أي وحدة ما يهمنيش، يقول لي بنت فلان بنت ما يهمنيش، تكون مرة محترمة عفيفة صيدة أنا أتزوجها أنكحها. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فانكحوهن بإذن أهلهن. قال نكحت وإلى أيهم أنكحت، وكمان بزوج بناتي وبنات أولادي كذا إلى أي واحد بس يكون مرضي الخلق والدين. فسروها بأنه شاذ جنسياً. يا سلام على الفهم، يعين على الفلسفة، فلسفة الجهل والافتراء. ماذا أقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلشان هيك ابن سعد في الطبقات أوردها، يعني طعن في شرف الفاروق. تطعنون حتى في رجولته؟ إيش هذا؟ إيش المنطق هذا؟ هل تقول لي نخذ علمي فهم إرادة حقيقة تتعبد الله بهذا أنت أم ماذا؟ أحكي من كل قلبي لكل من أراد أن يتقي الله في نفسه وفي الحقائق. وعلى كل حال أيها الإخوة، قبل أن ننتهي من هذه النقطة، هذا الأثر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء أثر لا يصح عن عمر اللي احتج به المرتضيان. لماذا؟ لأنه رواه عبد الرزاق الصنعاني ابن همام الصنعاني في المصنف، وأبو بكر ابن أبي شيبة وغيرهما بسند فيه محمد ابن إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله.
وهذا الرجل تابعي جليل مات عن 80 سنة، سنة 10 و100، يكون متى ولد؟ سنة 30. عمر متى استشهد؟ سنة 23. بينه وبين عمر مفاوز، فهي هذا الأثر منقطع لا يصح عن عمر. اقرأوا الأسانيد، تعلموا علم الأسانيد.